إلى أخبار الطقس. ومرة أخرى آية كفوري. شكرا لكم، والآن نتعرف على أخبار الطقس محليا وعالميا. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الاثنين طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، معتدلون على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئون على جنوب سيناء وشمال الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلة طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء. وهذه بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن والمحافظات، نبدأها من القاهرة العظمى 22 الصغرى 11، الإسكندرية 21 11، مطروح 19 11، وبورسعيد 20 12، والإسماعيلية 21 10. نذهب بعدها إلى السويس العظمى 22 الصغرى 11، العريش العظمى 19 والصغرى 10، طابة 22 13، شرم الشيخ 25 13، والغردقة 24 14. أيضا الأقصر العظمى 27 الصغرى 9، وأسوان 28 10، الوادي الجديد 28 6، وشلاتين 26 12، وحلايب أخيرا العظمى 24 والصغرى 13. أما مشاهدينا عن درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية نتابعها الآن.